مساء الخير عليكم على كل اللي في القناه هنبتدي سلسله جديده كده احنا حاطينها تحت عنوان من سمات الاخصائي الشاطر او الاخصائي المبتكر او الاخصائي المحترف سموها زي ما تسموها بس انا اقصد بيها ان احنا هنتكلم عن السمات اللي تخص او الحاجه اللي تقدر تميزك عن غيرك بحيث انك انت تكون حاجه كويسه يعني تكون حاجه كبيره يعني او انك انت في الاخر تقدر تعمل شغل كويس مع الاطفال ومع الحالات اللي بتجيلك يعني <applause> هنستعرضها كده كل مره في فيديو صغير كده وبسيط وقصير عن سمه من السمات النهارده هناخد اول سمه وهي لو انت عاوز تكون اخصائي شاطر لازم يومك ما يخلص الا لما تكون خلصت شغل يومين او ثلاثه يعني ايه الجمله الغريبه دي <applause> يعني ايه اليوم بتاعي اللي هو 24 ساعه ما يخلصش لما اكون خلصت شغل يومين ثلاثه يعني يعني مثلا تحولي اكتر من 48 ساعه او اكتر من كده يعني فازاي يعني ببساطه كده اقصد بيها انك ما ما فيش حاجه اسمها استنى لما اخلص يعني اللي في ايدي بكره مثلا او مش هقدر اعمل الشيء ده دلوقتي هكمله يعني بكره يعني احنا عايزين نبعد عن الحته دي خالص يعني ايه اول حاجه مثلا من وجهه نظري انك انت لما تكون بتقرا كتاب او فصل من كتاب في كتاب ما تنهيش الكتاب كده وانت مجرد انك خلصت فصل منه يعني مثلا اشوف ناس كتير قوي يجيبوا كتاب مثلا عن مثلا عن علاج التوحد وزي الكتاب اللي قدامكم ده مثلا بتاع دكتوره وفاء الشامي او استاذه وفاء الشامي وهي من اشهر الناس او من اشهر الناس اللي كتبت عن التوحد وليها ثلاث كتب هي تعتبر الاشهر في مجال التوحد ما ينفعش حضرتك انك تيجي تقرا النهارده كتاب منها وتقرا فصل وتسيبه وتنام ما ينفعش لازم تخلص الكتاب كله لانك كل ما بتقرا كتاب كل ما بتخرج منه معلومات جديده وكل ما بتخرج منه بطرق وحاجات هتقدر تشتغلها مع الاطفال يعني ليه تستنى لغايه بكره لانك ممكن بكره تقرا كتاب تاني ليه دايما ليه دايما بنأجل شغل النهارده لبكره ليه يعني يعني قرينا كتاب مثلا عن دليل التدريب على مهارات العلاج الوظيفي للتوحد على ما دي حاجه كويسه أوي يعني حاجه جديده اصلا يعني يعني ازاي ان انا استخدم الأوتى تي او العلاج الوظيفي مع حالات التوحد ما دي حاجه كويسه يعني ليه ليه اقعد بتاع حوالي اسبوع اسبوعين ثلاثه او شهر في ان انا اقرا الكتاب ده ما انا كان ممكن في الشهر ده اقرا خمس ست عشر كتب انا بتكلم وبكرر عشان محدش يقول لي انت بتزودها قوي انا بتكلم عن الـ الـ المتدرب اللي عايز يبقى اخصائي بجد اللي عايز يبقى حاجه كبيره يعني اللي عايز يكون اخصائي شاطر يعني بيقدر يشتغل ويجي ويجيب نتائج كويسه مع الاطفال مش هينفع خالص انك ما تكونش بتقرا ان كل معلومه انت بتقراها وكل خبره انت بتقراها تستفيد بيها في شغلك مع الاطفال فما ينفعش خالص الحاجه اللي امسكها النهارده اخلصها النهارده بكتير واو اخلصها بكره مفيش حاجه كمان اسمها ان انا متعود انام مثلا الساعه 10 او 11 يعني يعني او انا انام الساعه 12 لا لازم مش مش تنام حضرتك الا بعد ما تخلص اللي عليك وزياده كمان يعني 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 بستغرب قوي من الناس اللي مثلا مثلا بيناموا كل يوم الساعه 12 مثلا وبيشتغلوا مثلا الصبح في مركز وبعد الظهر مثلا بيشتغلوا في جلسات او لو اخصائيه بتشتغل بعد الظهر في بتروح بعد الظهر مثلا تعمل حاجات البيت وتشتغل لها جلسه او جلستين وهم بيناموا الساعه 12 يعني. استغرب لما يروح دوره تدريبيه مثلا برضو يناموا الساعه 12 يعني ده ما انت بتحضر دوره دلوقتي وفي اربع ساعات خلصت اصلا ضاعت من وقتك مش ضاعت يعني كدوره لا ضاعت من اللي هي الحاجات الاساسيه اللي انت كنت بتعملها قبل ما تشترك في الدوره. لا مفيش حاجه اسمها ان انا انا ما دامش قبلت ان اشترك في دوره يبقى بمعنى ده معنى اصح اقدر اقدر ان انا اتعب شويه اثناء الدوره لان الدوره دي معناها معلومات جديده انا خدتها ومعناها حاجه احنا هنقولها بعد شويه يعني مفيش حاجه اسمها شخص بينام بدري وعايز يبقى اخصائي شاطر يعني انا بتكلم عن سمات الاخصائي الشاطر يعني مفيش حاجه اسمها بنام بدري يعني انت اصلا لو بتقعد ست ساعات او سبع ساعات او ثمان ساعات في المركز فممكن تنام لك ساعه او ساعتين مثلا الظهر او في ناس ما بتنامش فمش ينفع خالص انك تنام بدري وانا اقصد كمان اللي بينام بدري مش تحديدا يعني اي حد بينام بدري لا. اقصد اللي بينام بدري وعليه حاجات طيب نيجي بقى لموضوع الدوره مفيش حاجه برضو كمان اسمها انا مش لاقي وقت اشترك في الدوره دي يعني انا انا في دوره حلوه قوي عن موتور دوره حلوه قوي وموضوع موتور ده دول بيقولوا هو ازاي اعالج او ادرب الطفل على المهارات المعرفيه والحركيه من خلال ايه حركه المعرفيه والاكاديميه وفيها كمان بقى مفاهيم حلوه قوي زي مفهوم الجانبيه ومفهوم التآزر ومفهوم النغمه العضليه في حاجات جميله قوي طب ما دي ممكن تفيدني كتخصص جديد في الحالات بتاعت الاطفال لا طب الدوره دي ثلاثة ايام انا حاطط الدوره يعني اعلانها قديم عشان ما حدش يقول انا بعمل دعايه للدوره يعني. الله طب انت تحضرها بس انا مش فاضي وعندي شغل جلسات وعندي كذا وعندي كذا لا حضرتك احضرها لان الدوره دي عامله الدوره دي المحاضر اللي بيدي دوره هو عباره عن حوالي مثلا ما يقلش عن 30 40 كتاب انت بتقراهم زائد مثلا 10 سنين خبره انت بتكتسبهم أو بتكتسب جزء منها زائد خبرات عملي أصلا في الشغل ها ومع المشاكل أنت أصلا ممكن تتعرض لها يعني يعني إزاي أضيع حاجة زي دي يعني؟ يعني لا أنا أحضر أتعب أكتر أتعب أكتر عشان خاطر أحضر الدورة دي يعني لو عندي جلسات يبقى أكمل جلساتي لو بنام ساعتين أكمل جلساتي مثلا بعد الدورة أو أثناء الدورة أو أكثفها في يوم معين لو أنا مثلا أه كنت بنام ساعتين يبقى اثناء الدوره انا مش هنام الساعتين دول يعني, يعني اشتغل فيهم جلسات يعني اتعب حضرتك يعني اتعب عايز تبقى اخصائي شاطر اتعب يعني يعني مش مش الدنيا كده ماشيه معاك وخلاص يعني اتعب لان كمان الدوره اللي انت بتشترك فيها دي معناها ايه؟ غير اللي انا قلته مش شويه لا ده معناها كمان ان حضرتك هتبدا تبيض المحاضره صح كده؟ يعني ومش مجرد زي ما ناس كتير بتعمل تسجلها على الام بي وبعد كده الام بي 3 دي اقعد اصور بقى بالموبايل بقى التصويره المعاشر المستر بس اصور الداتا شو اللي معروضه وفي الاخر انا مش ببيض ومش بكتب انا بتكلم عن اللي عايز يبقى اخصائي شاطر يعني ما فيش حاجة كمان اسمها انا لسه عندي جلسة بكرة احضرها ودورة دورة زي اللوفة دي مثلا انا احكي لكم على موقف حصل الدورة دي مثلا عملناها كتير جدا قبل كده وعملناها مرتين مع استاذة اميرة الدمراري من احسن الناس شغل في دورة في مجال التوحد مع اللوفة تحديدا كمان الله طب ما انت بتحضرها يعني الدوره دي في اخصائيه من ساعه ما عملنا اللوفس لغايه دلوقتي مش ها... مش لاقي ظروف تحضر الدوره يعني <applause> كل مره يحصل لها ظروف يعني لدرجه ان اخر مره وثلاثه بتدوري 8 ايام احضري يوم او يومين يعني يعني انت بقالك بتاع بالظبط داخله اهو على 10 سنين مش عارفه تحضري الدوره يعني يعني عايز اوصل لكم رساله انك معنى انك ما تحضرش الدوره طب انت بتشتغل ازاي مع حالات توحد ان مجرد الكتب والحاجات اللي على النت عن اللوفس مثلا مش كافيه اصلا تشتغلها وفي ناس معاها الترجمه بتاعه برنامج اللوفس لكن مش عارفين اصلا الدواخل بتاعته والشغل بتاعه الفنيات بتاعته فلازم تكتسبها من حد يكون متخصص كمان ما ينفعش ان انا فرصه كده زي ما قلنا في موضوع الكورسات والحاجات دي ان انا يعني بستغرب قوي من ناس بيشتغل مثلا مع الاي دي ولقى كتاب اسمه تعديل سلوك الاطفال وهو معاه حالتين ADHD، اي دي واستغرب قوي ان ممكن يعني ينام عادي وما فيش اي حاجه في الدنيا ومعاه كتاب اصلا مكتوب عليه دليل عمل للوالدين والمعلمين. يعني بستغرب جدا على فكره يا استاذي يا استاذي ده انت معاك حالتين اي اتش ومعاك كتاب كاتب لك عنوانه تعديل سلوك الاطفال ذوي اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركه. ومكتوب لك كمان دليل عمل الوالدين والمعلمين يا راجل حرام عليك يعني يبقى معاك اسبوعين ثلاثه اربعه امال انت وبعدين ممكن كمان يبقى عندك مشاكل في التعامل مع الاطفال الله طب ما تقرا الكتاب ربما تلاقي الحل فيه ربما تلاقي حلول لمشاكل تانية هتظهر لك يعني اقرا اقرا يعني لازم نقرا الاخصائي الشاطر المحترف هو اللي بيقرا ببساطه قوي يعني يعني بلاش نضيع وقت كتير كمان عشان تبقى اخصائي شاطر مثلا وعندك جلسه بكره تلاقي واحد يقول لك ايه بس انا تعبان هنام بكره بقى ايه اشتغل الجلسه زي ما يكون، لا حضرتك قوم محضر الجلسه، يعني ما تاجلش عمل الايه؟ آه اليوم الغد لا قوم حضرتك حضر الجلسه، قوم اتعب شويه، مجرد بس ما تحط الورقتين والورق والابيض والقلم والحاجات دي هتلاقي الدنيا مشيت معاك كويس قوي. بلاش نضيع وقت كتير، بلاش نضيع وقت كتير. إن تحضيرك للجلسة دي هيفيدك، وإحنا زي ما بنقول دايماً في الدورات لو عندي هدف النهاردة هعلم الولد الألوان، وأنا بحضره بشكل كويس لمثلاً س من الولاد مثلاً وليكن أيمن، هحضره وأعلمه الألوان، طب ما أيمن ده ها بعد ما يخلص أنت تدريب أيمن وأيمن عرف الألوان وعرف وعرف وعرف، هيجي لك طفل تاني مثلاً وليكن مثلاً محمود، ما هو ممكن يكون عنده مشكلة في الألوان فهتستعين بالتحضير ده، أنت كل تعب بتتعبه دلوقتي ها هتاخد فيه راحة بعد كده يعني يعني اتعب يعني اتعب امسك الورق والقلم كده واقعد تفكر كده مع كوباية نسكافيه وفنجان قهوة واقعد تفكر ازاي تحضر الجلسة. كل اللي احنا قلناه دلوقتي يقدر يخليك تبقى اخصائي شاطر كده حاطط ايه رجل على رجل كده وعايش كده ومنعنش يعني اتعب اتعب مش هينفع تبقى اخصائي شاطر الا لما تتعب عايز اقول لكم احنا من الجيل اللي كان ايام زمان ما كانش فيه الحاجات اللي موجوده دلوقتي يعني احنا احنا من الجيل بتاع الام اس ان لو حد يسمع يوعى الام اس اللي هو كان زي جوجل كده دلوقتي يعني كان محرك بحث وكنا زمان بنروح نروح مثلا المعادي بالعافيه عشان هي المنطقه الوحيده اللي كان بيبقى فيها سايبر يعني نت وكان النت بيبقى عباره عن حاجه اسمها كارت فاكس اللي كان بيقعد يعمل زماره كده وكنا نقعد ندور على اي معلومه بالعربي بالعربي ما بنلاقيش حتى أوف. بالانجليزي ما كانش بيلاقوا يعني اتعب عشان تبقى اخصائي شاطر او اخصائيه شاطره كده حتى تقعدوا تقعدي على الكرسي كده حاسه انك انت يعني فاهمه فاهمه الشغل بصوا بقى مش مش هي... مش هي مش هيوصل في مجالنا غير اللي بيتعب اللي بيجتهد الشخص اللي مش اللي مش بالراحه مش بالساهل مش يعني مش مجرد معايا فلوس افتح مركز, و... مركز واشتغل لا انت في الاول وفي الاخر لازم تتعب لازم تجتهد لازم تكون جالك وقت كتير بترهق ومع ذلك بتجبر نفسك انك تشتغل كان بيجي لك وقت كتير تبقى تعبان وعيان ومع ذلك كنت بتقوم تشتغل يعني الناس اللي بتحضر المحاضرات وكورسات ولازم يبيضوا المحاضره في نفس اليوم اليوم في نفس في نفسه ويبقى تعبان جدا ومع ذلك يبيض المحاضره يبيضها كده ويكتبها بخط شيك عشان يقول لك المحاضره دي خلاص يعني انا حضرت اليوم ده ما سيبهوش لبكره ما سيبش ديل لشغل بكره وكل يوم ديل ديل لغايه لما ببقى ماشي وورايا ديل طويل جدا ليه؟ يعني ليه اوصل للمرحله دي؟ دي ببساطه كده سمه من سمات الاخصائي اللي عايز يكون شاطر اشوفكم في لقاء جديد وممكن نتكلم عن سمه تانية من سمات الاخصائي الشاطر ما تنسوش تعملوا شير للقناه على الصفحه بتاعتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب اشتراك في القناه عشان لما بتعملوا يا جماعه سبسكرايب دي بيجي لك اي محاضره جديده بتتحط بيجي لك عليها حاجه اسمها اشعار كده يعني فاهم الحاجات دي احنا اتعلمناها يعني متاخر بيجي لك حاجه اسمها اشعار يعني اي حاجه جديده بتنزل لك على طول مش كل شويه تخش القناه يعني. آه وتقول رايك في المحاضره ممكن كمان في المعلومه ممكن كمان اتناقش. آه الى اللقاء واشوفكم في محاضره جديده كان معاكم ايمن عبد الله بشير مؤسسه طريق النجاح للخدمات الثقافيه والاجتماعيه. شكرا والى اللقاء وسمه جديده من سمات الاخصائي الشاطر.